مشوار ونروح النادي مع بعض. مامي عندها مشوار مهم، وتروح تقابلي الواد بتاعك وتغيبي بالساعه والاتنين والتلاته والاربعه، والواد مقطوع في النادي محدش معبره ولا بيسال فيه. صح؟ يعني انت عايز تفهمني يعني انك عملت كده عشان خاطر رامي؟ عشان خاطر رامي، وعشان خاطر اللي زي رامي، وعشان خاطرك وخاطر الناس اللي زيك اللي ما يستاهلوش ان يبقى عندهم حد زي رامي. على فكره انت بتقول اي كلام، بجد بتقول اي كلام. بجد يا يوسف من قلبي، عملت كل حاجة في حياتي عشان أكون معاك، وأنا عارفة إن أنت بتلوم نفسك مليون مرة على اللي أنت عملته معايا، لكن أنت مش عايز تبين لي، وعارف إن أكتر من كده كمان، عارفة إن أنت لسه بتحبني لغاية دلوقتي. الكلام ده ملوش عايزة دلوقتي ولا منه فايدة، وإذا كان على حقك فهو هيرجع لك على داير المليون. يوسف أنا مش جاي أتكلم في حقي وحقك، أنا لسه بحبك. أنت ليه مش حاسس بيا؟ ليه مش عايز تحس؟ أنا بحبك بجد وعايزك تفضل معايا. أنا محتاجة راجل في حياتي دلوقتي، خصوصا بعد ما بابا يسافر. لو على راجل في حياتك يا غالية فألف من يتمنى غالية الشيمي، بس أنا مش واحد منهم. كده كده لو احتجتيني قوي أكيد هتلاقيني برضو، أنا مش نادل يعني. لولا سبعين المكان هنا أأمن من غيره، وسيبيني بقى أرجوكي، خلينا أشوف الدهشور الزفت ده اتأخر ليه. مع السلامة. دهشور انت مالك في ايه؟ ميني؟ ميني، انت شفت عفريت ولا نسيتني؟ لا وانساك ازاي؟ اللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي، اللي عملته انت ومراتك مع اخويا لازم يتنسي. هو اخويا فين صحيح؟ مش عارف. مش عارف؟ طب بص حاولني عشان ما نزعلش مع بعض. مش عايز اسمع كلمة مش عارف دي، ممكن تقول لي مش فاكر، ناسي، هحاول افتكر يا عم ميمي، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجة، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شوية. ميمي أعلم. ما تقوليش يا عال، أنا كده كده ضايع، بس إيه رأيك بقى نضيع مع بعض؟ تكلم عليها الناس ولا إيه؟ انت كده؟ انا بس مش عارف انت عملت معايا كده ليه؟ ده انا يا اخي عملت لك كل حاجه، كل اللي كنت تؤمر بيه كان بيتنفذ لك، صح مش صح، حقك مش حقك كان بيجي لك من بوق الاسد يعاوني، صح ولا لا؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاك، تعملها مع اخويا ليه؟ ها ليه؟ مين؟ انا عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ها ما دي برضه عاونه اوامر، بس اوامر في البيت. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ اهدى كده، انا عايز اعرف اخويا فين. رد عليا. ده شو اللي خطفه؟ افتكرت يعني. طب كده ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دم على ايه؟ ما كنت تفتكر من بدري يا اخي. ماشي، الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي. انا لسه كنت هكلمه لولا انت جيت. انا هو جاي في طريق يعني استناه. ايوه ماشي، لحد ما يجي بقى انا مش عايز اسمع صوتك خالص. ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش؟ اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر. خش. حاضر.
ربنا مش عارفه اقول ايه، بس انت اكيد حاسس بيا. يا رب ما توريني حاجه وحشه في الرايق والنبي يا رب، عشان هو مش وحش، ده طيب ابن حلال ومظلوم، مظلوم وحياة حبيبك النبي يا رب ما توريني في حاجه وحشه. وبعدين ده يتيم وهو اللي بياخد باله مننا ومن اخوه ومن عمته، يا رب والنبي ترجعه لي وتخليه يفرح بابنه، ابنه اللي مستنيه. انا عارفه ان يعني ممكن الواحد يكون عمل حاجات كتير غلط، بس انت بتسامح وانت الوحيد اللي انا اقدر اشتكي، وعارف ان احنا ملناش حد غيرك، والله العظيم ما لينا حد غيرك. والنبي يا رب ما اشوف في حاجه وحشه ابدا، وترجعه بالسلامه. ويعني بس انا عارفه ان انت مش هتوريني في حاجه وحشه، عشان تعرف ان انا ما اقدرش اعيش من غيره. يا رب فك كربه، يا رب فك كربه. يا ميمي بيه انزل. اه والله حبيبي بيه والله انزل. تعالى هنا اخويا. فين اخوك؟ اهو تعالى فيك اهو. انزل السلاح، ما حدش يضرب نار يا ولاد الكلب. خد السلاح يا الارض. اخويا فين؟ كده والله اخويا فين؟ الاخوان كده مات. الله العظيم اخوك بخير. تعالى وروني. الله من هنا، من هنا يا سيكا بيه. رد على ميمي بيه. من هنا اخوك بخير والله. تعالى وريني سيكا بيه. اهو والله اهو زي الفل، احنا كنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو سيكا بيه. رد على اخوك اهو. سيد نعمل فيك ايه؟ ما تخافش ما تخافش حبيبي، ما تخافش يا سيكا. انت اللي عملوا فيك ايه؟ محدش دشوري. يلا انت بقى وداد